ندخل على درس بالله عليك، أمانة الله عليك تأخذ علاماته كاملة، أمانة الله. الدرس كله حفظ، الدرس كله بصم، الدرس الطالب اللي دارس كان دائما يسكر العلامة فيه اللي هو درس التعجب. لا، أنتوا عارفين إنه درس التعجب له طريقتين أو صيغتين، يا إما تعجب سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، ليش النقطتين هون؟ ديروا بالكم تحطوا بموضوع التعبير، ديروا بالكم موضوع التعبير تحط هذول النقطتين، أوعى دير بالك ترى يحاسبوا عليها بموضوع التعبير. الآن حلوة أنها إجت هون عشان ننبه. الآن طلابنا تعجب سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، هاي الجمل شايفها ما راح يتغير فيها شيء، ممكن ها 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 ممكن إنه يجي لك يحكي لك هون يا لها من أيام جميلة، بس نفس البداية راح تكون، وتبدأ بكيف كمان، لما تتعجب مش تسأل كيف نجوت وأنت مصاب، أنت ما بتسأله، أنت تتعجب كيف صار معه. الطريقة بالسؤال، يا إما استخرج، انتبه مشان الله اقرأ السؤال الآخر، يعني استخرج جملة تعجب، كمل كمل، سماعي أو قياسي، انتبه، إذا سماعي تستخرج من هذول، هيهم حفظ عندك هذول، والله على ما أقول شهيد. الآن ممكن يقول لك ما صيغة التعجب تقول له سماعي، خلصنا هون؟ خلصنا. لا، نأتي إلى هنا، تعجب قياسي له طريقتين، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به. الآن إذا قال لك ما أروع العقلانية، ما اسم تعجب وأروع فعل التعجب والعقلانية اللي تعجبت منها، فالآن اسم تعجب فعل تعجب متعجب منه، خلصنا؟ خلصنا. الإعراب بصم، اسمعوا ما راح أطول بالإعراب، بصم بصم، يعني ما دائما تعت التعجب اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدا، اقسم بالله احتمال تجيك، والله العظيم احتمال هاي تجيك اعراب، فالان انتبه لهذا الشيء. نمسك الكلمه اللي بعد ما، اعرابها فعل ماضي جامد مبني على الفتح لانشاء التعجب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما وجوبا بصم زي ما هي. طب شو اعراب الكلمه الثالثه؟ مش قلت انت فعل وفاعل، شو ظل؟ مفعول به، فمفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب المبتدا ما وين خبره؟ خبره هاي وهاي اللي هي فعل التعجب والمتعجب منه، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إيش؟ خبر ما. فالإعراب اللي هون بصم، بديش أطول، خلص خلصت أنا هون. نجي للصيغة الثانية اللي هي أكرم بالرجل، أكرم فعل التعجب والباء حرف جر زائد والرجل متعجب منه، إذن فعل تعجب حرف جر زائد متعجب منه. طب إعراب ما فيه؟ بالله عليك لا ما فيه، والله العظيم ما فيه إعراب هون، الإعراب بس هون. خلصنا الدرس، خلصنا، ضايل إشي بسيط صاروا كثير يسألوا عنه بالوزارة، يا رب تفتح معي نفس الصفحة اللي بديها، والله هي فتحت. الآن طلابنا يجي يقول لك تعجب بوحدة من الطريقتين من عظم خلق الله، فتمسك هاي الكلمة تخليها على وزن أفعل، فتقول ما أعظم وتحط فتحة دير بالك خلقه وتحط فتحة الله وتحط علامة التعجب، أو الصيغة الثانية اللي هي أفعل بسكون زي هاي بس تحط سكون، أعظم تمام بخلقي ما دام في حرف جر تحط كسره الله وتحط علامه تعجب. يعني شو الحركات؟ تاعت ما فتحه فتحه وتاعت الباء بعديها كسره لانه حرف جر وقبلها سكون. يلا، تعجب من شده الانفجار، تمام. الان لما نتعجب من شده الانفجار نحكي ما اشد الانفجار فتحه ونحط علامه تعجب، لا تنسى فتحه فتحه، او أجدد بالانفجاري، تمام طلابنا، نحط سكون وإيش وكسرة. هيك درسي خلص أنا، تعجب سماعي تعجب قياسي، أحفظ صيغ التعجب السماعي، أحفظ طريقتين للتعجب القياسي اللي أقدر أسوي تعجب منهم زي ما احنا شايفين، أحفظ الإعراب بصم عن غيب، بصم بصم يا طلابنا، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب.